عالجت مستشفيات مدينة حلب السورية ضحايا الزلزال المدمرة في ظل ظروف القصوى. ومنذ ليلة الزلزال في 6 فبراير استجابت مستشفيات حلب، إحدى أكثر المدن تضررا في سوريا للكارثة، على الرغم من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية المطلوبة ونقص الكوادر الطبية. مشفى الرازي تلقى تقريبا 280 إصابة من مجمل الإصابات بحلب. قدرنا في اليوم الأول نساوي تقريبا شيء 28 عمل جراحي من الإصابات الكتلية. المشفى بيعاني من كتير صعوبات. أولا الطبق المحوري نحن متعطل عنه وما فينا نصلحه ولا عم نقدر نصلحه. أول ما بلشت الحالة كانت النفسية رعب، بصراحة رعب، كلها رعب وخوف أكثر ما يكون أنه حزن، لأنه أنت أول شيء تلقيتي الصدمة برعب، بعدين بقى بتحسي حالك انه كل ما عم يجيكي هيك حاله وبتروح حاله عم تحسي بغصه. في ناس لهلا ما بتعرف انه اهلها توفوا، يعني في عنا اصابات، في عنا مرضى ما بيعرفوا انه عيلتهم متوفيه، بيعرفوا انه لساتهم عايشين. نحن ما عم نقول لهم مشان حالتهم النفسيه، كل حدا عم يحكي لي قصته انه كيف ضل مثلا 20 ساعه 36 ساعه، شيء مرعب، انا ما عم بقدر اتخيل هذا الشيء.